يقول السائل: هل سماع الغناء والمعازف تعمدا يفسد الصيام؟ لا يفسد الصيام، لكن يحصل به الإثم، يأثم الصائم بسماع الأغاني والمعازف والغيبة والنميمة والأشياء المحرمة، هذه تنقص ثواب الصائم أو تذهب بالثواب كله ولا يبقى له ثواب في صيامه، كما يأتي إن شاء الله. فيتجنب سماع الأغاني والمعازف والمزامير سواء كان صائما أو غير صائما، هذا حرام دائما، ولكن الصائم أشد، لأن هذا يؤثر على صيامه.